أكيد مشاهدينا الأعزاء حان وقت أنه ننتقل لمديرية الدفاع المدني مع الزميل عامر القحف، وراح يكون معاه ضيفه يعني العميد العميد حاتم جابر مدير إدارة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني، لنعرف أكثر عن استعدادات الدفاع المدني خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اللي عم بتأثر علينا حاليا. إليك عامر، تفضل. صباح الخير أسامة لك ولجميع السادة المتابعين والمشاهدين عبر برنامج جوك. صباح عليكم بالخير، صباحكم سعيد جميعا، أنت وجميع الكادر الموجود معك أسامة. أنا موجود الآن في المديرية العامة للدفاع المدني، وتحديدا في مديرية العمليات، مديرية العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني. معنا العميد المهندس حاتم جابر. صباح الخير حاتم بيك. صباح الخير. مدير العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني. استاذ صباح حاتم. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية جميعا. جهود جبارة تبذل من الدفاع المدني في على مدار السنة، يعني ما بدناش حدد شتاء وغير شتاء، في مدار السنة إن شاء الله جهود مباركة وطيبة. الحمد لله. حاتم بيك، المملكة بتشهد الآن وبتأثر الآن في بداية حالة عدم استقرار وصلت لها قوية. بدأ من المناطق الجنوبية وستمتد إلى بقية مناطق المملكة الشرقية والوسطى والشمالية، وهناك تحذيرات جدية من خطر تشكل السيول في بعض المناطق وبؤر في الشمال في وسط الجنوب وشمال الجنوب وشرق المملكة. النصائح والإرشادات حاتم بيك وتجهيزاتك للحالة الجوية السنة. وجه طبعا صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والأستاذ المشاهدين. سيدي، بالنسبة للدفاع المدني، يعني احنا باستمرار في خطة استراتيجية لفصول الشتاء على مدى الأعوام. هذه الخطة تحدث بناء على الموقعات الجديدة وبناء على الأعوام السابقة، سواء كان هناك إذا كان في أخطاء أو نصلح هذه الأخطاء، وإذا كان نقاط قوة نعزز هذه النقاط القوة. الخطة الاستراتيجية اللي تبنى توزع على جميع المديريات. كل مديرية بتعمل برضه خطة تنفيذية بناء على معطيات خاصة قد تكون من ضمن المحافظة. بمعنى مثلا احنا محافظات الوسط اللي بيكون فيها مناطق محميه، كذا، هذه لها معطيات خاصه، العقبه برضه لها معطيات خاصه، فبالتالي هناك في خطه عمليات لكل محافظه توضع من قبل المديريه المعنيه في هذه المحافظه. طبعا اهم نقطه في هذه الخطه هي توزيع الاليات اللي ممكن تساعد في الانقاذ والاطفاء والاسعاف ومواجهه المخاطر ممكن تحدث في هذه المحافظه. طبعا اهم شيء احنا في فصل الشتاء دائما بنعاني في موضوع السيول والفيضانات، خاصه في المناطق المنخفضه، في المناطق اللي ممكن تشكل فيها السيول. وطبعا بالنسبه للبرود الشديده اللي بتؤدي لاستخدام الصدمات والوسائل بشكل كبير جدا، ايضا هذا يعني بيزيد من الاداء الموجود في في فصل الشتاء. طبعا بالاضافه الان احنا في الوقت الحالي في عندنا يعني ازمه كورونا، فهذه اضافت على جديد، وبناء عليها طبعا هذه الاعباء وضعنا لها خطه سواء لمواجهه فصل الشتاء ومخاطره او لمواجهه ازمه كورونا والحديات اللي بتجي. حاتم بيك، بدنا ارشادات ونصائح للمواطنين باستخدام الان لوسائل التدفئه العامه، وخاصه احنا بنشهد كل سنه على مدار السنوات السابقه حوادث، وشهدت المملكه خلال الفتره الماضيه قبل اسبوع واكثر شويه حادثه وتوفى فيها الشاب رحمه الله عليه. نعم. بسبب استخدام خاطئ الوسائل. صحيح. والله سيدي، هو يعني باستمرار عندنا للاسف حوادث يعني معنيه بوسائل التدفئه، ويعني تختلف هذه الحادثه سواء كانت اختراق او احتراق لا سمح الله. حتى على مستوى الاختناق يعني فقط مش بسبب استخدام الصوبه، لا بسبب كمان الغازات المنبعثه في بعض الاحيان من وسائل التدفئه المختلفه او مثلا من ديزل المي، وهذه دائما احنا نشهدها بكثره في فصل الشتاء، وخاصه كل ما زادت شده البرود بتعرف بزيد استخدام وسائل التدفئه، بالتالي بتزيد هذه يعني الحالات. طبعا الصح انه دائما من الاخوان المواطنين باستمرار انه في حاله تشغيل وسائل التدفئه وخاصه يتم التبعث منها الغازات، دائما لازم يكون في تخفيف. كثير اخي يعني بيروح على حوادث تكون الغرفه مغلقه ما فيها تهويه، يكون فيها ست اشخاص سبع اشخاص،
طبعاً اللي بصير إنه بيطلع غاز أو أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون مثل غاز الأكسجين، فبتلاقي المعطي شوي شوي بدأ يشعر يعني بالنعاس، هو ليس لأنه نحسان، هو نتيجة نقص الأكسجين. فهو مفكر إنه والله هو والله بدي نعم، لا هو فعلياً هو الآن بدأ يتأثر بالغازات المبعثة اللي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ويتأثر بقلة الأكسجين. فدائماً إحنا ننصح المواطنين إنه دائماً يجب أن يكون في تهوية، ويعني لا تنام الصبح. طبعاً بغض النظر شو نوع الصوبة، يعني صوبة كاز أو صوبة غاز، أيوة صوبة كاز طبعاً في داخل يعني في أعراض الحادث كنا نروح 9 أشخاص و 10 أشخاص، يعني نقولهم في نفس الوقت بسبب الحالات الاختناق اللي قاعدة بتصير. بالإضافة وسائل الصوبة زي كاز بالذات والغاز اللي يساء استخدامها، يعني بوضع في النص حواليها أطفال، حواليها مواد مشتعلة، بحيث لا سمح الله إذا وقعت وش فوراً يعني بيصير انتشار سريع للحريق، وبالتالي صار حريق غير مسيطر عليه، لا يستطيع المواطن ولا يستطيع أهل البيت اللي يقدروا يسيطروا عليه، فبالتالي ممكن يأثر على الموجودين. حتى هذه المرة يعني في حوادث يعني نوعية، حتى في عملية تغيير المحرقات وتغيير اسطوانة الغاز، انه بيجي بغير اسطوانة الغاز بيكون بغيرها في مكان غير مضبوط، او مثلا بيستعمل قداحة، فهذه الأمور ممكن تسبب تستعمل غلط. بالضبط، وهذا صحيح يعني هذا صحيح، يعني انه لما تستعمل قداحة عشان تشيك اذا كان والله في غلط هذا مضبوط، خطر جدا خطر جدا. ويعني قبل يوم مثل اسبوع يعني صار عندنا حادث انه يعني الاب قاعد يعني بغير اسطوانة الغاز في المطبخ، فأدى الى وفاة طبعا هبت النار اللي شصت عليها وتوفت بنت عمرها 10 سنة. يعني فحوادث خطيرة جدا، يعني ننصح جميع المواطنين بتوخي الحذر ويكون في عندهم وعي كافي، يعلموا اطفالهم انه استخدام وسائل التدفئة يجب يكون له شروط، يجب يكون له اساليب وقائية بحيث تحمي حالك وتحمي الاولاد. ونتمنى طبعا السلامة لجميع المواطنين. دائما نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك العميد المهندس حاتم جابر من إدارة عمليات الدفاع المدني، والاحترام لكم ويعطيكم العافية، مجهود يعني جبارة، مش بس بالشتاء، ما بدناش نمدح فيكم، انتم ما شاء الله عنكم بالشتاء وبالصيف، على مدار السنة انتم ما شاء الله جهودكم تشكر ونفتخر فيها بصراحة بالمدرب العام الدفاع المدني، ونعتز بها الله يعافيك. لا شتاء بالصيف وبالشتاء يعني من جميع الفصول، يعني ما شاء الله عنكم يعطيكم العافية، شكرا لكم بارك الله فيك. أسامة عودة لك الآن استديوهاتنا في طقس العرب، مع كل التحية والاحترام لكم جميعاً.